صباح الخير، مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اللوك ده. اللوك ده حلو قوي 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 قوي، عجبني جدا. اول مره اعمل حاجه كده. ده سموكي بني، سموكي بني احمر كده، ماشي؟ اللي هو بنعمل بني وبعد كده بنحط جليتر بقى حركات. لو حابين الشكل ده من اللوك والنوعيات دي، انا عاملاه للبنوتات الصغننه اللي بيحبوا الميك اب التقيل ومش بيحبوا اللي هو مجرد درجه كده وخلاص، واللي هو روج البينك والحاجات دي. لا، انا عاملاه ميك اب حلو كده عشان ينفع البنات الصغننه، وكمان الستات الكبيره او اي حد عايز يعمله بينفع اي حد. وطبعا هو هيبقى عامله له كونتور وكل حاجه، كل حاجه. لو عايزين تحطوا له لينسز، عايزين تحطوا له رموش، زودوا له اللي انت عايزينه. بس انا عاملاه حاجه صغيره وسيمبل، وعاملاه حاجات على قد الايد جدا ومش مكلف اي حاجه. ولو حابين تعملوا تشوفوا الفيديو ده، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، و يلا بينا نبدأ الفيديو لو حابين تشوفوه. بصوا بقى، اول حاجة انا استخدمتها الكريم ده، المرطب ده. وكمان زي ما انتوا عارفين انا بحب استخدمه معايا جل صبار. طبعا انا عندي ستيفز الاتنين بستخدمهم وكده، بس ستيفز مش حلو قوي يعني. برضو انا حابة اللي هو نيفيا سوفت عنه بصراحة، وعلى طول بستخدمه وانا نازلة. وكمان انا منشطه حاجه بفرشه عاديه مش رسميه ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو. وكمان مش هرسمهم ولا هلونهم ومش عاملاهم كمان، بس كده. وانا عندي الفاونديشن بتاع ماي سينما ده، خلاص اساسا هو مشحر، مشحر مني اساسا خلاص، ما بقاش فيه. انا معايا واحد تاني ومعايا اتنين كمان غير ده، بس طبعا كل يعني اول ما نزل انا جبتهم كده واحد مع ورا واحد. كل ما معايا فلوس كنت بجيب واحد بس بصراحه ندمت، لان انا كنت عايزه اجرب الجداد، مش عارفه اجربهم دلوقتي، مش عارفه اجيب الجديد عشان انا عندي كمان دول، فاللي هو هيبوظوا يعني، فاهمين القعده وكده. اول حاجه بقى انا هستخدمها معاكم الفاونديشن بتاع ماي سينما، بس فاونديشن تاني، تمام؟ هستخدم معاكم الفاونديشن اللي هو ده المكتوب عليه بي بي مات ده. هستخدم معايا اللي هي الفرشه الكابوكي، طبعا زي ما احنا عارفين انا بحبها جدا ما بستغناش عنها. وممكن لو حطيتها مثلا وما احتاجتش ان هي تتعمل بسبونج، ما فيش اي مشكله. بس باخد نقطه بسيطه اهو، نقطه هنا، نقطه هنا، ايه نحتاجنا بنزود، مع ان دي كفيله جدا. نحاول اعمل لوك عروسه او لوك سهره. شايفين الكفرج بتاعته؟ انا كنت حابه اتكلم فويس اوفر، بس انا بعمل الفويس اوفر طرحه باظت، طرحه باظت. انا بعمل الفويس اوفر دي بتبقى نايمه ومش مركزه، مش عارفه ليه. يعني لو تلاحظوا في الفيديوهات بحس ان انا نايمه اساسا. فده هو كده، هحاول ابعد المرايه عن وشي عشان كل مره بعمل كده. مفيش مانع، انا ما عنديش سبونج بلاها، بس مفيش مانع من ان انا استخدم سبونج ايه ناشفه ومشي على وشي، باين بس الخطوط اللي هي مش يعني موجوده في الوش اخليها مش موجوده بالسبونج. اعذروني شويه لان انا اصلا بقالي كتير ما صورتش يعني، فاهمين؟ فانا هحاول ادور على سبونج، هاخد اي سبونج عندي زي كده وهطبطب على الوش كده كله، خليه ميه واحده. شايفين زي ما بعمل في كل فيديو، بس انا بحب اعمل في كل فيديو كده عشان لو في ناس جديده حبت تشوف الفيديو كده. تمام كده. لو احنا حابين كده نكتفي نحط الفاونديشن تحت العين، مفيش اي مشكله خالص. في ناس بتحب ان هي ما تحبش تستخدم الا كونسيلر ومعاه فاونديشن وحاجات كده، بس انا ممكن اخد الفاونديشن كله كمان بما اني بصور فيديو بس. بس انا هستخدم معاكم كونسيلر، يعني لو على حالنا هستخدم الكونسيلر بتاع مايت سينما اللي هو الدبدوبه ده. في مايت في فيوناتشي بتاع مايت سينما الجديد، بحس ان هو شبهه، مش عارفه، بس انا يعني هستخدم ده معاكم. انا عندي منه كذا واحد اصلا. انا ايام ما مايت سينما دي كانت بتنزل كنت باخد يعني كنت بجيب كذا حاجه، وللاسف لما جبت كذا حاجه مبقتش عارفه اجيب الجديد، فاهمين؟ بحوش اصلا اللي هو يعني في الاخر ما بجيبش جديد. حطيت الكونسيلر في كل حته. طبعا الكونسيلر ده هيغطي وشي بس كان طبقه فاونديشن تانية، يعني هستخدمه بالفرشه دي عشان يبقى طبقه عاليه
شايفين تحت العين عامل ازاي فلتر؟ شايفين فرق ده والفرق بين ده؟ معلش انا بلخبط في الكلام شوية، بس لان انا بقالي كتير مصورتش في فيديوز، كمان عشان انا وشي كان فيه حبوب يعتبر فيه، بس ايه بيروح واحدة واحدة. بصوا كده وشي اتسفلت حرفيا، انا قدامي مفيش اي حاجة باينة خالص ولا اي حاجة، حتى في الكاميرا حلو جدا، الكفرج بتاعته حلوة. عايزة اعمل ميك اب بنوتي كده صغنون، ده هو ينفع البنات اللي تبقى رايحة افراح والكلام ده. يعني نصيحة للبنات الصغنونة، متحطش ميك اب كتير ولا ميك اب اوفر، بجد بيكبر من السن. انا ذات نفسي بيكبر سني 180 درجة، يعني شايفين وشي عامل ازاي. طبعا سمعتوا ان الكونسيلر بتاع ماي السينما اللي انا استخدمته دلوقتي ده، مش عارفة لو انا رميته، طبعا بيعمل خطوط بقى وحاجات كده. انا عارفة انه بيعمل خطوط، بس الخطوط اللي هي تحت العين بتاعتنا الاصلية، بس احنا نحاول ان احنا نرطب تحت عينينا كويس جدا، ونحط كمية صغيرة جدا، وكمان نجيب الاسبونج دي مثلا ونمشي كده هو على كل حتة عشان كله يبقى ايه مية واحدة، وكمان لو في اي زيادات تتشال، وما نتقلش ما نتقلش ما نتقلش خالص في البرودكت عشان هو كده هيكتل. انا بشوف يوتيوبرز ويوتيوبرز كبار وكل حاجه، وتحط لك كميه قد كده وتلاقيها مثبته تثبت باودر كميه كبيره، وتيجي تقول لك ايه، تقول لك اصل هو بيخطط. طب ما انت حاطه كميه كبيره، ما قللي شويه من الكميه. عايزه اقول لكم ان انا كان في دماغي لوك، عايزه لوك كده تحفه، يعني كان في دماغي وعملته قدام نفسي كده، جربه على نفسي كان حلو قوي قوي. بس انا هعمل معاكم النهارده بقى ايه، هعملها من باليت الكونتور الكريمي دي، شايفينها بتاعت ماي سينما اللي هي 16 درجة، يعني يوم ما نزلت انا جبت منها غير دي. تمام، مش عارفة التخلف اللي انا فيه ده، كنت كل ما معايا فلوس مثلا واستغل اي حاجة، مثلا لو معايا 50 60 جنيه اكمل من اختي اكمل من ماما واروح اجيب التانية ولا اي حاجة، حاجة قمة التخلف بجد، ومش عارفة اجيب الجديد دلوقتي. بصوا بقى، شايفين اللي هي الكونتور دي، هاخد الدرجة الجامعة دي، انا هعمل معاكم لوك حلوة قوي، وبنوتي كده صغنون كده، اللي كمان البنوتي تقيل، فاهمين؟ شايفين بقى العين بتاعتنا، نحط هنا درجة البني ده، درجة البني دي نحطها كده على كامل العين، عايزين ايه نطلعها شوية لو حابين نطلعها، شايفين؟ يعني انا حابة اعملها كده، اشد العين على بر، انا سايب حواجبي حواجبي ايه طويله، فاهمين؟ وطبعا عندي جفني، جفن اللي هو الجفون اللي هي ايه المبطنه دي، فاهمين؟ طبعا انا بعمل كده، بطلع سيكه عن الجفن عندي وبجيبه كده زي ما احنا شغالين كده، نفس اللي عملته في العين دي هعمله في العين التانية. هحط هنا برضو، شايفين انا جبتها ازاي، عملتها زي اي لاينر بس تخين، فاهمين؟ اللي هو انا ايه ظبطتها بالكريمي، كل ده كريمي، كل ده كونتور كريمي، بس اهو انا مش عارفه ليه اما اجي اعمل ميك اب الاقي المرايه، بص انا بدمجها، ما بحاولش ان انا اخلي فيه خطوط كده عشان لما اجي احط اللون البودري اللي انا عايزه احطه اثبته بيه ما يبقاش يعني متكتل او كده، فاهمين؟ مش عارف يتحرك من مكانه، بحاول ان انا ايه ادمجهم على بعض كده، بصوا ولا اسهل من كده. بس نفس بقى الدرجه دي هعمل كونتور نفس الدرجة، هعمل كونتور الأنف، بصوا كده، ده هو يعني شغل اقتصاد عالي. الباقي في الفرشة عملته بالأنف، وطبعا لو حابين نعمل كونتور كده اللي هو بيرفع الخد كده هو، شايفين؟
لما اجي ادمج بدمج على فوق مش بدمج على تحت، اهو شايفين بعمل ايه، بفضل في الفرشة كلها. بعمل طبع الحسن بالمرة، كل ده بنقطة من البتاعة دي، بصوا زي ما هي، انا كل بستخدمها كتير ومع ذلك ما بتخلصش خالص، مش عايز تخلص. هدور على برضو فرشة كده عشان يعني تزملنا المناخير، بس في الاخر خالص عشان خاطر هعملها يعني بعد ما اثبت باودر وكده هشوف انا هعمل ايه. ماشي، كنت عملت الحركة دي في الميك اب الكوري، لو حابين تتفرجوا على الفيديو هتلاقوا الفيديو، هتلاقوا الفيديو موجود في القناة، هحاول احطه لكم في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف يعني، ويا رب افتكر. بس زي ما احنا شايفين كده اهو، كده الكونتور الكريمي اتظبط وكله اندمج اهو، مفيش اي حاجة شايفين. بس قبل ما نثبت باللي هو باللون البني لازم ندمج ايه الخطوط اللي هي بين الجفن المتحرك وبين الجفن الثابت. بص هياخد بقى درجة من الدرجات دي، انا مش هطلع من بلت، مش هاخد بلت تانية، هعمل بس الدرجات من الحاجات من الكونتور، هحاول ما اطلعش من اي بلت من البلد يعني، مطلعش من البلدات دي وادخل في بلد اي شادو يعني، فاهمين؟ انا مش عارفه ليه بتلعثم كتير وكده، وفي حاجه غريبه مش طبيعيه، بقالي كتير قوي ما صورتش. هاخد درجه من درجات اي درجه تعجبكم، بس انا هاخد الدرجه اللي هي ايه الوسطانيه دي. ماشي، وهثبتها الاول لو في خطوط بندمجها بصبعنا. بصوا ثبت كله، نثبت اي حاجه بالدرجه دي. بوظ لنا الميك اب، مش مشكلة هنظبطه. عايزين بس ايه فرشة للدمج، هاخد درجة نفس الدرجة اللي قلتلكوا عليها اهي، واحطها هنا كده هثبتها، وهطلع بيها على فوق اللي هو انا بطلعها كده، شايفين قصدي؟ فاهمين؟ فاهمين قصدي؟ شايفين يعني؟ بصوا على خفيف من فوق على تقيل من تحت شوية، هحاول انقي اتقل، بس انا عايزاها تقيله شويه مش عايزاها تكون خفيفه كده يعني، اللي احنا مدرجين شايفين الفرق بين ده وده بعد التثبيت بالباودر، اهو الفرق واضح اهو. بنفس الفرشه دي وهي احط هنا شايفين، وبالباقي بطلع على فوق اهو. بصوا انا بحب ال فاكرين الميك اب بتاع زمان، احنا بنطلع على فوق كده على الحواجب عشان يبين جفننا عالي، لو احنا حواجبنا تقيلة كده واللي هو احنا سايبين الحواجب طالعة. بصوا شايفين حواجبي اصلا عاملة ازاي، انا مش منظفة حاجة ولا مقصة ولا اي حاجة على فكرة، بس اللي هو انا بطلعها كده. انا حابة اللوك ده جدا يعني، مش عارفة اوصف لكم ازاي بجد. بصوا هحط اتقل هنا، كل مرة هتقل هو الكريمي ده يتلغى اساسا، و هاد مكانه لحد ما يكونش في خطوط بس كده. وهنا برضو في العين الاولانية عملناه، هنعمله في العين التانية بس كده. بصوا بظبط الدنيا وبطلع كله، بطلع هنا بطلع هنا، بجيب كده من الاول، قربت عيني قربوا من بعض. انا عايزه كنت ازود لون اسود بس بيتهيألي كده احسن، بيتهيألي كده احسن. عايزين بقى نطلع عن المألوف ونعمل درجه من تحت، درجه كده على بينك ولا حاجه مش عارفه هي ايه. عايزين نطلع عن المألوف ونطلع نعمل درجه كده تكون بينك، حاجه كده تخلينا ايه نطلع من جو البنيات. لو عندك باليت بلاشر او عندك اي درجه فيها بامبي، اي درجه فيها بامبي، اي حاجه من اي حاجه، من اي حاجه صغيره اي حاجه. ماشي، يعني هاخد البلد دي بتاعت ام ان فيها الدرجه دي مكسوره اللي كانت جايه لي كده، وهعمل درجتين البينك دول على بعض كده، وفين تحت العين اهو، هنحاول ان احنا ايه شايفين كده نظبط الدنيا.
انا عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش محضره ان اعمل ميك اب زي ده خالص، بس عجبني. احاول اتقل بصوا، وهاخده كايلاينر كده وارفعه كده. انا مع في درجات محتاجاها ان انا اعملها من البلد اي شادو، بس انا مش عايزه اعمل من اي باليت اي شادو، انا عايزه اكون محدده العين بباليتات مثلا كونتور او البلاشر لو عندنا، ومش متوفر باليت اي شادو فهنعمل ايه، او مثلا متوفر عندنا باليت اي شادو بس ما عندناش كونتور ولا بلاشر، ممكن نستخدم كده. فانا هستخدم معاكم المره الجايه برضو، هنستخدم باليت الاي شادو كل حاجه، لو ما فيهاش كونتور هنستخدم كونتور منها، لو ما فيهاش بلاشر نستخدم برضو بلاشر منها، نقدر نعمل اي حاجه. شفت وشي كان في اول الفيديو عامل ازاي، وبعد الميك اب بقى عامل ازاي؟ كبرت في السن. فنصيحة بجد للبنات الصغنونة اللي رايحة افراح بقى، واللي خارجة مع صاحبتها، ما تحطش ميك اب تقيل قوي كده، سواء صغنون يعني البنات اللي بتحب الميك اب او كده، دي حاجة سيمبل ورقيقة هتخلي عينك عميقة، وفي نفس الوقت برضو هيديكي مش شكل اصغر، شكل صغير في تديكي سنك، فاهمين؟ اهو انا عملت البينك بايلاينر كده، شايفين؟ واخدين بالكم؟ حلو جدا، عجبني عجبني بجد. اهو محتاجين جليتر، نستخدم جليتر عادي، لو مش عايزين جليتر ما نحطش جليتر، بس انا بصراحه انا حابه احط جليتر، بما ان مفيش شغل كتير في العين. اهو شايفين كده من بينك الميك اب ده هيبقى حلو جدا، مثلا لو انت لابسه فستان بينك هينفعك كايلاينر البينك اللي انت عاملاه ده، لو انت لابسه فستان ازرق هي برضو هينفعك، هتحطي لون ازرق، لو لابسه فستان اخضر هتحطي لون اخضر، فهيبقى حلو في كل الحالات، هيبقى حلو جدا. اصلا يعني انت ممكن بعد كده تعتمدوه في اي حاجه، يعني هيعجبكم بجد. طبعا انا عاملاها على لون بينك، انا مش عارفه انا لابسه احمر، لابسه طرحه حمراء وعامله بينك ليه مش عارفه، بس هو نعتبر اللون البينك اللي احنا حاطينه ده مثلا احمر، ونحط نجرب شويه نحط جليتر احمر بما ان راس السنه قربت تيجي وكده. المهم انا هحط الدرجه الحمراء دي، اي نعم هو مقطع شويه بس ايه، بس والله شكله حلو في الحقيقه، اهو والله شكله جميل بجد. بس كفايه ان كفايه نحط بس في الايه، في الحته اللي هي نحط بس ايه في الجفن المتحرك كفايه. بصوا بلاش نطلع على فوق، ماشي نحاول ده اصلا ايه الغيوم كده، بلاش نطلع على فوق بس اهو، والله حلو جدا، هو جاي من وحي خيالي دلوقتي وانا قاعده بعمل هيك بس. وهنجيب ايه بقى، هنجيب باودر، لوس باودر، و ثبت كل البشرة بالفرشة اللي هي دي، الفرشة دي حبيبتي معتادة بحب استخدمها في الايه في البودر. طبعا البودر دي زي ما قلت لكم عاملاها ميكسات، ميكس بقى نشا على بودر عادية، على بودر بريتي وومن، على ام ان، على حاجات كده، هثبت بقى كله اهو، نزلت احط تنت بس مش مشكلة، هنعمل بكل ده بالباودر. بصوا كده ده في خطوط تحت العين بندمجها ايه بصوابعنا، برضو هنا ده في خطوط ندمجها بصوابعنا، بنثبت ايه ونكتر كده
بس ما نكترش كتير يعني، اللي هو طبقة في الأول خفيفة، بعد كده نحط ايه على قد احتياجنا، عشان ما تعملش ايه طبقة كيكي كده وتبوظ لنا الدنيا وتبوظ لنا الميك اب اللي احنا تعبنا فيه، فاهمين؟ جينا بننفض كل حاجة، ما في اي زيادة، كله دمج دمج كله على بعضه. وادي اللوك في الاخر. لو حابين طبعا تبدلوه زي ما قلت لكم، بصوا انا عملت ايه، شايفين وصلته لحد فين، الحواجب من فوق، وطلعت على بره اللي هو السحبه اللي بحبها دي، سحبه بتاعت زمان عارفينها. و هنستخدم بقى كونتور باودر، مش عارفه عشان انا بقالي كتير ما صورتش، مش عارفه انا طالعه مسطوله كده ليه والمنظر مش حلو، مش عارفه، بس انا هنزل الفيديو، انا هنزله، انا بقالي كتير ما صورتش. ناخد بقى الدرجة دي بني كده، و هذا فضل كده شايفين، وهعمل كده واخد نفس الدرجة و احطها هنا. بس هو طبعا زي ما احنا متفقين نعمل دي كده دي كده. بصوا انا بعمل لكم باقل امكانيات، لو عايزين هنعمل بفرش بقى ودقيقه وحاجات كده، هنعمل لوكات حلوه قوي، وهتطلع من تحت ايدنا لوكات حلوه. بس انا بتعامل مع الناس اللي ما عندهاش ميك اب، ما عندهاش ميك اب، عندها ميك اب مثلا خفيف على قدها حاجه كده، انا بتعامل مع الناس اللي هي بتبدا تجيب ميك اب، بتعامل مع البنات الصغيره، مش بتعامل ان انا مثلا ايه، لا انا هعمل بده، لا انا هعمل بده والاوفر واللي هو جيب. بصوا فرشه اهي، فرشه واحده ممكن نعمل بيها كونتور وبلاشر، ونعمل نضمها كده شايفين، هنضمها كده في صوابعنا او مثلا باي توكه عندنا وندمج كده بس. وكمان لو عايزين نعمل ايه، نعمل الحركه دي اللي هي بتبقى كده، عشان نحط هنا الهايلايتر وهنا هايلايتر من نفس باليت البلاشر اللي حطينا بيها تحت العين ايلاينر. بامبي كده نفس الباليت هناخدها منها الدرجه اللي هي ايه فاتحه شويه دي، عشان بحبها، بحب درجات البينك. انا بحب ان انا بتفرج على الافلام القديمه بتاعه زمان عارفينها، اللي هي بتاعه الالوان اللي هي فيها عادل امام والناس دي، بتفرج على الميك اب بتاعهم بيعجبني قوي قوي، بحس ان انا عايزه ارجع للايام بتاعتهم واعمل الميك اب ده بجد. طبعا اهو في كل وشي شايفين لون بينك على خفيف جدا، ولو حابين تكتروا كتروا، عشان كل ده اصلا بيطير في الاخر. بالذات ما تكوني رايحه فرح، او العروسه ذات نفسها وحابه تعمل ميك اب حلو زي ده، لو عروسه خطوبه او قريت فاتحه وحابه تعمل ميك اب، بس من غير الجليتر طبعا، لان الجليتر يعني ايه، عايز يعني حاجه ايه يعني روشانه، فاهمين؟ بس انا بما اني لابسه طرحه حمراء، فحبيت ان انا اغير من اللوك واحط ايه جليتر احمر شايفين. وبعدين احنا مستخدمناش الا لون كونتور ولون اي شادو اللي هو بتاع الكونتور برضو، كونتور باودر كونتور كريمي، واستخدمنا اللي هو البلاشر بتاعنا اللون البينك، اللي هو الصريح، استخدمناه من اول العين لاخرها كده، وحطينا الجليتر الاحمر هو ده بس، ما عملناش حاجه تانية. وحبايبي طبعا مشطاها، بس هي باظت من البتاع، ممكن امشطها تاني وما تصور بقى، يعني هي انا بحبها كده، بحبها طايره او شكلها كده بالطبيعه بتاعتها، انا بحبها كده، ما تلموش عليا ماشي. ف نعمل ايه تاني، وعايزه هايلايتر، فين هايلايتر، استنى هجيبه اهو الهايلايتر. انا بص انا مش محضره الحاجه، انا مره واحده كده لقيت نفسي هصور فيديو ومش مجهزه نفسي لاي حاجه خالص، يعني انا لقيت نفسي قلت هصور فيديو وخلاص بدل ما انا قاعده زهقانه بقى وبتاع كده يعني. بما اننا عملنا لوك احمر، فانا هاخد الهايلايتر الذهبي ده شايفينه، انا البلد دي عندي بقاله كتير ومش عايز تخلص، بجد، و في ناس كتير كسرت منها اساسا وخلاص انتهت على كده. بس طبعا انا عندي هايلايتر كتير من ماي سينما اللي هما الجداد والقديم، بس انا مش هرمي دي، انا كده كده هغسل وشي دلوقتي، يعني لو رايحه في حته مثلا
ممكن احط من الجداد عادي. احط بقى هايلايتر هنا، فرفتت منها حتة في العلبة نفسها بس مش باينة قوي يعني. واحط بقى درجة روز على نود، احط درجة على نود ولا احط درجة على احمر؟ هحط درجة على نود. عايزة اقول لكم بقى ان درجات مية سينما بتاعت الروز انا هستخدم معاكم درجة الروز دي، درجة 203 درجة كده على بني من اللي هي بتاعت الكات دي. هقول لكم بقى على حاجة، عارفين الروجات اللي هي نازلة جديد اللي هما بيقولوا عليها بتاعت كيكو والهبل ده، هي نفس الفورمولا بتاعت دي اللي هي بتأكسد، اللي هي بتطبع، اللي هي كل حاجة يعني. حتى الجلوس، انا عندي الجلوس بتاعها جلوس هو هو، بس هما فرق انهم عملوا الباكج بتاعت اللي هي بتاعت كيكو، واللي هي 400 جنيه دي بقت كيكو ب 450 كمان، او 300 او 350 على حسب السيلر، على حسب السيلر عشان محدش يقولي انتي بتقولي اسعار غاليه واسعار رخيصه، يعني حسب السيلر. عشان خاطر الدنيا غلت كمان دلوقتي، كانت اصلا ب 200 و 220 انا كنت مستغلياها، ودلوقتي بقت 400 بقت مستغلياها اكتر. اللي هو ازاي يعني روج وهيتمسح وهيتاكل بيه وحاجات كده يعني، خلاص يعني مجرد لون. الاقي فجأة كده مية سينما منزلنا ايه، منزلنا الباكج بتاعت كيكو. ناس بتقولك لقيت الروج ب 100 جنيه. ليه ب 100 جنيه؟ معلش ليه وصلوها اول حاجة؟ يعني اقل سعر، اقل سعر كتر خيرهم بجد، 60 و65 جنيه. طب انتوا يعني جايين على نفسكم قوي بجد. لا بجد مش حاجة حلوة قوي، مش حاجة حلوة خالص يعني. مية سينما اخرها 20 25 جنيه، ده لو يعني ده لو طلعت يعني. ده هو اصلا كانت الروجات اللي زي اللي هي الاولانيه ب 15 جنيه، وبيوم يضربها الدم قوي كانت ب 20 او 17 جنيه ونص. فاحنا موصلها ليه للسعر ده 100 جنيه؟ وايه ايه يعني ايه ايه مثلا كيكو يعني بتاعت تقليد كيكو؟ ما هي ما تقليد، التقليد ليه غاليه كده؟ متخيلين ان احنا مثلا لو رحنا اشترينا بالت مية سينما تبقى ب 1000 جنيه البالت؟ ليه ان شاء الله؟ ليه؟ طب انا جايبه البالت من مية سينما جايباها ب 250 جنيه، وقلت ده ايه ده، دي غاليه قوي، دي غاليه جدا. طب ده هو اضعافها 4 مرات، ان شاء الله انها متشرت والله يعني. خليها عند حضراتكم، او مثلا ايه اللي عايز ياخد على قفاه يروح يشتريها. بصراحه هاخد الدرجه اللي هي بتاعت 203 دي، وهي ايه هعمل كده عشان هي بيجمنت قوي، شايفين اللي هو نعملها عملت على اورنج اللي كده. بس المهم بصوا هنعمل كده بس. عايزه اقول لكم الدرجه دي حلوه مش وحشه، ان بنستخدمها زي ما قلت لكم اللي هي النقط اللي احنا حطيناها، عشان مش نروح بقى بالفرشه رايح جاي هتلاقي بني بني غامق كده في خلقتك، هيبقى شكله وحش قوي والله، هيبقى شكله وحش جدا. انا عندي درجات مية سينما في البلد اللي هي الجميلة دي، البلد دي ماشي. انا لو عايزين تشوفوا الريفيو بتاعها انا حطها على القناة، اللي هي البلد كلها بتاع درجاتها كلها بالسواتشات بتاعتها حطها في فيديو. وطبعا هجيب الجلوس، انا نسيت احط رموش ومسكرة، هجيب الجلوس خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده هو ده الجلوس، انا عندي منه كذا واحدة من الجلوس الحلو ده. بس هو حلو كل حاجة، بس ما بقاش ثابت على فكره قوي يعني، هو بيروح مع الوقت وبينشف كده فاهمين. فانا هحط منه فوق الروج ده، بصوا بقى درجتها حلوه جدا اهو الروج، وفوقيه الجلوس ده. ده انتوا لو رحتوا جبتوا جلوس تاني من اي براند تانية، من اي مثلا ام ان مثلا، فليكن مثلا ام ان، وفليكن مثلا اللي هي اسمها ايه، اسمها ايه يا ربي، هي عندي منها واحدة بس مش لاقيها، بس هي براند يعني برضو صيني، بس حلوة والله حلوة، ويعني زيها زي مايت سينما. بس يعني احنا مش عارفة ليه بنعلي بالحاجة اللي نلاقي الباكج بتاعتها زيها زي. طب ليه ليه يا جماعة ما تروحوش تشتروا حاجة غالية، اصبروا ما ترخص، خليها مرمية عندهم لحد ما يرخصوها. تعالوا بقى نستخدم المسكرة بتاعتي حبيبة قلبي دي، انا بحبها قوي. عايزة اقول لكم ان انا جبت مسكرة ايسنس لاش برنسس الخضراء، وبعد ما جبتها هي الاصلي اساسا جبتها، مش انا اللي جبتها يعني، خليت اختي تجيبها لي، وبعدين اكتشفت ان هي كوبي من مكان ب 120 جنيه من محل في المنشية.
وكلمتهم على الواتس ايه ازاي مش ازاي والحاجه الكوبي ما تعملش واحنا ازاي اطلع حاجه كوبي وهي مش شارينا على انها اصلي ومش عارف ايه هاتيها ومش عارف ايه. هما عارفين طبعا عارفين حاجاتهم، وطبعا انا متضايقه جدا لان انا كنت نفسي اجيب اللي هي الاصلي دي، انا عندي من الاش برنسس الزرقاء بس ان هي ووتر بروف قوي بتكلبش في الرموش. عايزه اجيبها لكم سنه دي و حلوة جدا على فكرة، بس بتكلبش في الرموش قوي وبتطلع بصعوبة، ودي حاجة حلوة فيها وحاجة وحشة في نفس الوقت لان هي تنفع للعرايس والمناسبات بس. ولو انت رايحة مكان مثلا لو في الشتاء ونازلة في خروجة حلوة او خروج مهمة كده ممكن تحطي منها و ادعيلي. طبعا انا هحط الماسكارا دي، الماسكارا دي مش ووتر بروف خالص، حاطين الماسكارا. طبعا رموشي راحت بسبب البودر. عايزه اقول لكم ان الماسكارا دي المفروض تبقى خلصانه بس الجيش قال لك اتصرف وحط حاططها في ميه دافيه وساحت ساحت البرودكت اللي فيها. انا مش عارفه المشه تقيله بس مش عارفه هي متكتله ليه. كمان عشان هي قديمة مش جديدة قوي فاللي هو مش عايز تعمل رموش الجديدة. طبعا من اول كود بتظبط لك الدنيا، الرموش اصلا بتفرقها لك اساسا. شايفين الفرق بين هنا وهنا بعد ما البودر اكلت رموشي؟ بفكر ما احطش رموش واكتفي بالمسكرة يبقى المنظر كده بس. ايه رايكم؟ مش عارفه انا نسيت زي ما مناخيري بس مش مهم. حلو كده اهو عاملين لها كونتور اهو، انا مش عامله لها كونتور، عامله لها كونتور. لو حابين تعرفوا ازاي زي ما مناخيري بعد ما اثبتها بالباودر روحوا للفيديو بتاع اللي هو الميك اب الكوري وهتلاقوا المشي فيها تقيله مش زي دلوقتي عشان انا الباودر ضيعتها والماسكارا دي طبعا قديمه ونشفت خلاص. والله حلو اهو، حلو من غير رموش يعني مش لازم احط رموش. هتصور بقى وبس. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. وعذرا بقى للمنظر واللك كتير قوي 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 ده لان انا اصلا بقالي كتير ما صورتش وكمان بتلعثم كتير قوي. وطبعا انا حبيت ان انا اعمل فيديو بصوتي، ما حبيتش ان انا اعمله بفويس اوفر عشان فويس اوفر بحس ان انا بتكلم كده ونايمه كده في حاجه مش طبيعيه فيا مش عارفه ليه. و بس كده اشوفكم في فيديو جديد على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شايفاك يا اللي مش عامله لي سبسكرايب ولا لايك؟ ماشي ربنا يحاسبك عشان انا تعبانه في الفيديو ده. بس كده يلا بقى مع السلامه.